مرحبا وأهلا وسهلا بكل اللي عم يتابعنا بحلقة جديدة من الجيل الجاي. اليوم الثلاثة 17 تشرين الأول، مواضيع عديدة رح نتناولها تختص بالشأن العام بتهم كل الشباب اللبنانية. أنا جاية حويك، يعني غبت غيبة قصيرة وجيت معي شباب من صناع الرأي ضمن مبادرة مناظرة، معي سارة المشطوب، ناصر سليمان وفراس الحج محمد. بونسوار سارة، بونسوار شباب. فرصة سعيدة جايا، اليوم أنا سعيد لوجودي معكم بالموسم الثاني من الجيل الجاي، سعيد بيوم بوقت كتير حزين عم تمرق فيه المنطقة، مئات الشهداء تحت الأنقاض، آلاف الجرحى، أهلنا بغزة عم ينقصفوا، المنطقة كلها بحال توتر. تحية لأهلنا بغزة، تحية لأهل الجنوب الصامد اليوم كمان كل نهار على الأخبار عم تابع أخبار لبنان بمعاناة أساسية، معاناة لكل الناس بغزة، أطفال، حصار مائي، حصار جوي، حصار بحري، الناس عم تعاني بشكل أساسي بلقمة عيشها، بشرب المي، بحياتها اليومية، ضرب للصحافة، ضرب للإعلام، ضرب للسيارات الأسعار، للدفاع المدني، معاناة حقيقة عم تعاني منها كلها غزة بظل العدوان الصهيوني ما حدا عم بيوقفه. يعني اليوم بنشوف المشهد، حالة رهيبة، الصهاينة بأكثر مرحلة عم بيظهروا وحشيتهم، عم يظهروا حجم همجيتهم وعداوتهم. ناصر، يعني نحن بنحترم رأيك وتعاطفك، ما في شك أنه نحن اليوم عم نقوم بهيدي الحلقة اليوم بوقت وبظرف كتير حساس واستثنائي، يعني كل العالم قدام شاشات التلفزيون على السوشيال ميديا، وكل ما عم نفتح السوشيال ميديا اللي كانت قبل وسيلة تسلية وترفيه صارت اليوم وجع قلب، حزن، موت، دم، دمار. يعني ما بعرف الوضع قديه رح يستمر على هيدي الحالة. وتنضوي أكثر على اللي عم بيصير، معنا فيديو من قلب قطاع غزة من شاب فلسطيني هو إنفلونسر وأكتف على السوشيال ميديا، اللي هو محمد غازي، واللي كان مشترك سابق بتاون هول اللي كمان نظمته مبادرة مناظرة. حب اليوم أنه يشاركنا وجعه، يشاركنا وجع الأهالي، الناس والأطفال اللي هن موجودين معه بمحيطه. خلونا نشوف هيدا الفيديو سوا. يعني من الممكن أن أكون أتحدث إليكم اليوم، لكن بعد ساعات أو دقائق أو أيام ألا أكون موجود. أنا محمد من قطاع غزة، وإحنا قاعدين نعيش اليوم أصعب أيام في حياتي. احتلال منذ بداية الحرب على غزة، منع الماء والكهرباء والإنترنت ووسائل التواصل والاتصال في غزة. لذلك احنا اليوم قاعدين نعيش في أصعب أوقات. اليوم مناطق الشمال، المناطق الشمالية لقطاع غزة أصبحت مبادة بالكامل، احتلال أباد أحياء كاملة. وصل عدد الشهداء لحد هذه اللحظة اللي أنا بحكي معكم فيها هو 2800 شهيد، في 55 عائلة انمحت تماما السجن المدني وأصبحت غير موجودة. حتى اللحظة الاحتلال قصف بشكل مباشر أو غير مباشر 22 مستشفى وهدد الكثير من المستشفيات بالإخلاء. هناك ما زال تحت الأنقاض حتى هذه اللحظة أكثر من 1000 شخص لا نعلم هل هم أحياء أم أموات. وصلتك المية حمودة؟ اشرب. لم يناشد أحد في العالم غير بعض الدول لإيقاف هذه الحرب. كثير من الدول التي نددت هذه الحرب كانت تمديدات خجولة. وبالمناسبة 60% من الشهداء وأكثر من 60% هم من النساء والأطفال، وكلهم مدنيين وأبرياء. لكن الأهم من ذلك أن الاحتلال حينما فتح ممر آمن لهؤلاء السكان الأبرياء أن يتوجهوا من المناطق الشمالية حتى الجنوبية قصفوا في ضربة واحدة وصاروخ واحد استشهد 150 بريء. استخدم الاحتلال الأسلحة المحرمة الدولية مثل الفسفور الأبيض ومثل الأسلحة. المرصد الأردني المتوسط يقول أن هناك ربع قنبلة نووية ألقيت على غزة خلال 9 أيام. تخيل خلال الحروب الماضية، في مثلا في حرب عام 2014 خلال 51 يوم وصل عدد الشهداء ل 2400، اليوم في 9 أيام وصل عدد الشهداء ل 2800 شهيد. ومع الأسف الشديد بيت القصف، جامعات القصفات، مسجد القصف، بيت جيران القصف، استشهد أصدقائي وأقربائي. تقريبا كل شيء حولنا يموت بالبطيء، ودائما ما أقول في غزة في هذه الأيام نحن جميعا نشتم رائحة الموت حولنا. نحن في غزة نعيش، نعم نحن أقوياء ولدينا عزيمة قوية، إلا أن الخوف يسيطر علينا كثيرا. أتمنى أن تنتهي هذه الحرب وتعود غزة بسلام. سارة، شو تعليقك على هالفيديو؟ يعني جاية عم نوصل لمحل في مشاهد عن جد عقلنا ما بقى بيقدر يتقبلها. يعني
شيء عن جد كثير مؤثر، الفيديو مؤثر وعن جد الله يحميه ويحمي عائلته والبعض موجودين بغزة. وهون كمان بدي ارجع احكي عن مقتل الصحفي بالجنوب من وكاله رويترز الصحفي عصام عبد الله. وهون بنلاقي انه موت الصحفيه بحرب مثل هيدي بتنتهك الحقوق، بتنتهك الحقوق والقصص المحرمه دوليا بالحرب. يعني الصحفي معروف انه بحي الله حرب بتصير هو محمي من حي الله شيء عم بيصير، محمي من حي الله مناوشات عم بتصير حده، بينما هون ما بطل في حمايه لحدا ابدا. حتى في صاروخ صاب عدد من الصحفيين بينهم مصورين لوكالة فرانس بريس ومراسلة للجزيرة. وهذا الحادث منه الوحيد، لأنه بغزة توفى 13 أو استشهد 13 صحافي جراء هذه الأحداث. يعني هون بدي ضوي كمان على دور الصحافي وعلى صعوبة دورهم، صعوبة اللي هن عم بيعملوه. يعني بوقت عالم بالملاجئ، عالم عم تتفرج على التيفي، هن عم بيكونوا بقلب المعركة وعم بيحاولوا يغطوا. وبعد بدي أعلق على شغلة صغيرة بليز. أكثر شيء وجعني هو الأولاد اللي ما إلهم ذنب بهيدي الحرب اللي عم بتصير، هن عن جد ضحايا. عم تشوفي مناظر أميات عم تصرخ، أولاد عم بيتيتموا. وأكثر شيء بيصدم هي الدول وبعض الدول العربية اللي عم تدعي لضبط النفس. شكرا سارة. منرجع على الموضوع، فراس شو تعليقك على الموضوع؟ يعني أنا صراحة ما بعرف شو الدول عاجز قدام هالمناظر اللي شفناها. يعني برا إذا بحال حيوان تعرض لحجر، حدا رشقه بالحجر، بيفتحوا عليها قضايا. مش محاسبينهم بني أدمين؟ كل هالألوف عم تروح تحت الركام، كل هالدمار. أنا من الأشخاص اللي عاشوا الحرب، يعني صحيح كنت صغير، كان عمري 3 سنين بال 2006 حرب إسرائيل ولبنان، بس بعدني بتذكرها على كأني كنت واعي. بعد في مشاهد براسي، بعد في أصوات، بعدني بتذكر كيف كنت أهرب وأقول هيدي إشت الغورة، إشت الغورة، يعني الغارة. يعني هلا أنا عم شوف إخواتي عم، يعني نحن تهجرنا، تركنا في عائلنا بيت راح بالحرب كمان بالقصف. هلا إخواتي عم يعيشوا نفس الأزمة. هلا إخواتي عم تلاقيهم بيركضوا بالكوريدور بس يسمعوا صوت ضرب. معقول يعني معقول هلا هالزمن عم بيرجع ينعاد؟ إخواتي عم يرجعوا يعيدوا نفس السيناريو اللي أنا عشته. يعني لو كانت روسيا هي اللي ضاربه وقت ما صار في عندنا الحرب الاوكرانيه، قد صار في عندنا اعلام، قد صار في عندنا سيف يوكرين، ليش هلا عم يصير في عندنا تعتيم اعلامي على القضيه الفلسطينيه؟ لو كانت روسيا هي اللي ضاربه بسلاح الممنوع دوليا، سلاح الفوسفور، هل كان رح يسكتوا عليها؟ لو كانت روسيا هي اللي عم تقصف الصحافه، هل كان رح يسكتوا عليها؟ لو كانت روسيا، ونحن بنتذكر انه اسرائيل كانت تضرب اليوان، كانت تقصف مراكز اليوان وتروح منهم قتلة، وما كان حدا يتحرك. مثل ما شفنا هالهمجيه الصهيونيه ما بتخلص. تحية للشاب محمد من غزة اللي هو زميل لنا بمبادرة مناظرة. تحية لكل شاب غزة. اليوم كمان بدنا نشوف المشهد هو حكي فيه انه عم يشتهدفوا شمال غزة بقصف رهيب. هذا القصف يعني تهجير لأهل غزة اليوم كمان لسيناء، خلق وطن بديل، مشروع الشرق الأوسط جديد، ومحاولة لضرب القضية الفلسطينية، لتصفية القضية الفلسطينية. اليوم كلنا المطلوب منا نوقف مع غزة، اليوم نطلب كسر الحصار عن غزة، اليوم مطلوب من كل كانت عم تقول سارة فكرة كتير أساسية، هالدول اللي عم تستنكر، هالدول لازم اليوم تسعى، لأنه هذا الموضوع حيطالك بعد فترة. أنت إذا اليوم تم نكبة جديدة أو تهجير جديد لأهلنا من قطاع غزة، لوين بده يروحوا؟ على مصر، وبالتالي حيطلعوا البحر الأوروبي حيتضرر، المنطقة كلها حتتضرر. حنرجع نعيد أحداث من عشناها من 48 لليوم. فبكل بساطة اليوم مطلوب كسر حصار عن غزة، اليوم مطلوب فتح ممرات للجرحى وللناس، اليوم مطلوب دخول القافلة المصرية الموجودة على معبر رفح. بكل بساطة هذا الأمر ما بقى ينسكت عنه، كل الناس بتعرض له. يعني نحن اليوم كلبنانيين أيضا معنيين، إن كان من خلال المناوشات اللي عم تصير على الحدود أو من خلال التداعيات الاقتصادية. فراس، أنت كونك متخصص بالاقتصاد، خلينا نحكي شوي أنا وياك، كيف عم يتأثر اليوم لبنان اقتصاديا بحرب غزة؟ نعم، هلأ بالنسبة على مستوى لبنان ما كان عم بيصير في عنا هيدا التأثير الكبير، لأنه أول شيء خلينا نفهم المبدأ كيف بيصير تأثير على الماركت بلبنان أو بأي دولة كانت. إذا كان في عندك بدولة فيها رخاء، إذا كان بدولة فيها نمو اقتصادي، ساعتها أي أزمة بتصير أو أي لكشة بتصير، أي خبر بيصير دغري بيأثر مباشرة على الماركت. نحن اللي صار عنا بلبنان أنه بسنة 2019 وقت ما استقال الرئيس الحريري من الحكومة، نحن هيدي كانت أول شوك، وبلش هون تنهار الليرة تدريجيا. يعني تخيل أنت نحن وصلنا لمرحلة أنه الأزمة اللي صارت مع رياض سلامة والمحاكم اللي صارت على الدعوة ما أثرت أصلا على سعر الصرف. يعني نحن الماركت عنا، الشعب أو الماركت امتص هيدي الصدمة وبطلت تتأثر فيها أي أزمات. اللي تأثر فيه أنه 30% من الرحلات ألغيت على لبنان، اللي صار أنه في كتير مستثمرين غيروا رأيهم بالاستثمار،
بطل بدهم يستثمروا. اللي صار انه هلا كمان عم تنشط شوي حركه الاجارات وحركه العقارات بصوب شمال لبنان بيروت وطلوع. هلا بحب احكي على المستوى الدولي. بلومبرج افتتحت ب 11 اكتوبر قالت انه اذا بحال احتدت الحرب اكثر ممكن يوصل سعر النفط ل 150 دولار للبرميل، وممكن انه ممكن يوصل 150 دولار للبرميل، وممكن تاثر تداعياتها على الاقليم. يعني نحن بنشوف هلا انه انا اسمي هدول محمد، بنشوف انه نحن اعطى ثلاثة سيناريو. اول سيناريو بنشوفه من خلال التيبل، اذا فينا نرجع عليه من خلال الجراف من خلال قبل، بعطى ثلاثة سيناريو. اذا بحال الحرب ظلت محصوره بين سوريا بقلب غزه واسرائيل وفلسطين المحتله، بهيدي الحاله رح نشوف ارتفاع 4 دولار للبارل اللي هو النفط، ورح نشوف الفيكس اللي هو مؤشر الخوف بسموه او الفولاتيليتي اندكس. بهيدي الحاله ما حيكون في عندنا هيدا الامباكت الكبير، وكل ما عم تتوسع بقلب الخريطه الريجنال تاعتنا كل ما عم بيكبر التاثير عالميا. وهيدي الدراسه انعملت على فكره يوزنج بيجن جلوبال في اي ار اللي هي ستاتستيكال وايكونومتريك مودل، بينعمل لحتى ينعمل فيه استيميشن اقتصاديه. شكرا فراس. ساره، يعني كلنا عم نشوف شو عم بيصير اليوم على حدود لبنان، هل انت بتخاف انه اليوم لبنان يعيش حرب بكل معنى الكلمه؟ اكيد بخاف، وبدنا نرجع نفكر انه لبنان هلا او بعدين جوات الحرب دجا. يعني نحن بدنا نتذكر انه نحن كمان من الاهداف لهذه الدوله الصهيونيه اللي عم تتعدى على غزه، مش اكثر انه مش حطتنا برايوريتي هلا، ناطره شوي لحتى ترجع توجه الغزو علينا. فاكيد يعني بتحس الحرب جايه، مش اكثر انه عم تاجلنا شوي. يعني للاسف هذا شيء ما بننبسط فيه، وهون بننطر الدول انه عن جد تطلع فينا وتطلع شوي بانسانيه. يعني بعض الدول على طول بتنادينا بحقوق الاطفال وحقوق الانسان وبعض الشعارات الرنانه، هلا ساكتة وعم تدعو لضبط النفس وعم تدعينا لحتى نرجع نحط دولتين عايشين مع بعض ونرجع من اول وجديد منصافح فوق دم الشهداء، مثل كانه ماشي صار كان شيئا لم يكن. ساره، الاكثر من هيك، مثل ما انت قلتي، نحن اليوم مشروع الدوله الصهيونيه بيحكي من النيل للفرات، فنحن مستهدفين شئنا ما بينا. اليوم الرساله لكل هالدول العربيه اللي رايحه للتطبيع والسلام، لمن رايح؟ ما هو جاي يحتلك، هو مشروع جزء من مشروعه. انت المساله الثانيه كثير مهمه، نحن اولاد هالارض، ما فينا ننكر بهجتنا وفرحتنا باللحظه اللي شفناها بغزه، انه نحن 100 سنه من العدوان نحن بنشوف هالمناظر فينا. لما شفنا هذا الجندي، ولما والاهم من هذا شفنا قد ايه نحن انسانيين وقد ايه المقاومين حملوا اطفال واشتغلوا على اطفال. فنحن بكل بساطه نحن قادرين نشوف انسانيتنا، وبنفس الوقت نحن مؤمنين بهالارض ونحن مع هاي المقاومه، لانه لا تنتصر، وهذا حقنا، وهذا حقنا المشروع. نحن هذا حق صانو قانون حقوق الانسان والامم المتحده انه اي انسان يدافع عن ارضه. فنحن في ايمان مطلق بهاي المقاومه، وما في ايمان ابدا بقى بمشاريع الاستسلام او مشروع السلام، لانه وين اي سلام مع عدو؟ هو جاي يحتلك من النيل للفرات اصلا وجاي يهدك برزقك. شكرا ناصر، شكرا شباب. يعني نحن بنشكر صرختكم، شفنا وجعكم، عم نشوف كيف كنتوا عم بتعبروا باي طريقه. نحن قد ما نحكي عن هيدا الموضوع ما رح نقدر نعطيه حقه أبدا. خلونا ننتقل لمواضيع تانية. أكيد شفنا أول شتوات شو صار، يعني طافت الدنيا، سيارات بلشت السباحة، كارثة. ما منعرف يعني الحرب حرب فيها نحن، هي مش معروف شو بدنا نسميها. خلينا نشوف هالفيديو ومنكمل. موج قوي لك هالمطار بيروت من تحت بدي يتصفح يجي لهون على المطار، فات المي لجوا. هذا نهر الغدير لك بطايف من هون بسكرين، هيك مفتوح. هذا كان في حيط هون على هالميلة نحو هذا، هو فتح موقفين هودي كسروه لحتى تمشي المي. مثل ما شايف ركب طاف لجوا هونيك، كل المنطقة مسكرة من طوفان النهر. ركب فيني لك هون معش طايف كله سوا. يعني وضعنا بلبنان منه أحسن، عايشين أزمات فوق أزمات.
بين الأخوان. شيء معيب جدا عن جد. معيب وبضحك يعني شر البلاط وما يضحك. يعني هل السلطات المطار ولا مرفق أيضا؟ هل السلطات مثلا المعنية هن وين يعني عم بيشوفوا هالشيء؟ إنه نحن ما تفاجأنا بهالشيء، يعني المعيب إنه عم بتكرر سنة ورا سنة، مش إنه نحن يي تفاجأنا إنه شتت الدنيا وهلأ يي بدها تسكر الطرقات لأن شتت. ما في شو عم بيصير؟ ما في خطط إصلاحية يعني. يلا يعني أمنين بفكرة إنه خبزنا كفافة يومنا وبينسوا الموضوع شو بدنا لبعدين. يعني ما فينا نعتمد على هاي العبرة ببلد لازم نكون عم نأمن له استراتيجية لحتى نعرف شو بدنا نعمل لبعدين. كل سنة نفس المشاكل، كل سنة نفس الأزمات، يعني ما بعرف هني كيف عن جد شيء معيب يعني. ما تقولي شو موجودين أو إنه هو شيء عم نعيش. على فكرة ليكي كمان اللوم ما بيوع يعني، هذا سبب طوفان عم بيصير إنه مسكرة من زبالي، رجالات مسكرة من زبالي. يعني أنا صراحة وبدون مبالغة أنا كل فترة بدي أعمل مشكل على الموضوع، هذا كب من برا السيارة يعني ما في مجال. صح المشهد كتير مستفز على فكرة. إذا بتشوفي الوسخ اللي على الطرقات والزبالة اللي على الطرقات يعني هذا اللي عم يسبب هيك. هذا اللي عم يسبب من الأساس ما في بنى تحتية صحيحة، ما في شيء معمول صح بلبنان. يعني هات إيدك والحقني، كل شيء عم بيكون معمول للأسف يعني. طب بس أنا دائما بسأل إنه هل هن يعني ما بيمرقوا من نفس الطريق نحن بنمرق فيها، ولا إنه بيتنقلوا بالجو ونحن ما معنا خبر؟ إنه في شيء مش معقول يعني، ما أنا مقبول أبدا. بتصدق بعد الحرب الأهلية إجت شركة طاقة الأمريكية عملت تقرير عن لبنان قالت البنية التحتية بدها 7 مليار. بإحساسنا باللي عشناه بالبلد ما محطوط نص مليار بالبلد، والباقي كله مضبوط بجيبهم، مع إنه البلد دايان أكثر من 16 مليار بمؤتمر باريس 1 و2 و3. تخيلي هالبلد منهار، وزارة مهجرين مثلا بتكتشفي إنه امبارح في مبنى بالمنصورية بيتداع وبيسقط هو من تداعيات الحرب الأهلية. طب أنت شو صرفت لك أنا هونيك؟ شو حطيت بكل الملفات وبكل القطاعات؟ البلد منهار، بلد بيغرق بشبر مي مش بأول شتوي يعني. ما الدنيا ما شتت، البلد بيغرق ديركت بعد أول شتوي. كلياتنا بننطر طوفانات، بننطر إنه هلا في ما في راس باللي عم بيقولوا إنه إيه في عقاب جماعي للي عم نعانيه كلياتنا من أخطاء الناس من سلوك، بس كمان في جزء كبير من السلطة كمان. تبرئة السلطة من الموضوع كارثة. فلما أنت لما بتصرف على البنية التحتية بشكل جيد، لما بتحاسب، لما بتعمل مكاشفة حقيقية، طبيعي تطلع بهالنتائج. وهذا الوضع الأزمات المتنقلة بالبلد كلها تساوي هاي السلطة بالنهاية. صح ناصر، مثل ما ذكرت يعني الكارثة اللي صارت مبارح بالمنصورية ما أنا مقبولة. يعني سقوط مبنى مؤلف من 5 طوابق و 5 ضحايا صاروا 5 لهلا. 5 ضحايا يعني. خلينا نشوف الفيديو. يلا طب يعني الواحد هيك تجاه هيك إهمال شو بده يقول، شو بده يعبر؟ مثلا مين بيحمل مسؤولية هذا الشيء؟ كيف مين بدنا نحمل؟ ما هيدي هي الفكرة، إنه ما حدا بيحمل مسؤولية. حتى على فكرة بموضوع نرجع موضوع الطرقات، أنا كشخص بيتنقل كل يوم من شغله للبيت، أنا بضرب مشوار من النبطية لبيروت يومية. يعني إذا أول شيء نحكي عن موضوع نقليات، ما في عنا كواليتي نقليات. الفان مهرهر ساعة بتلاقي جورة بالمقعد تقعد بيصل معك ديسك. أنا عم حتى الغلا يعني أنا عم بصرف نص معاش على النقليات ونص التاني رح حطه هلأ بس إنه على صدقا أنا رح تعمل صورة. أنا متأذى، وحتى بيكون أنت في عندك وقت الشتوي كنا قاعدين بالشتوية والفان عم بيزرزب عليك مي. يعني اولا ما في كواليتي، ما في طرقات، كل وقت عم نهزهز نحن وماشيين. وحتى كل ما انت ماشي يعني انا نطلع من بيروت من السفاره بنغرق بجسر المطار، تحت جسر المطار بكون على انا بعجقه، الشفاطات واقفه عم تتنشا الدخن اللي كابسه تحت الجسر، بتطلع بتشم ريحه طريق المطار ما بعرف اذا هو زبل ولا ششمه ولا ما بعرف شو هو، بتتركي بتوصل لصيدا مكب صيدا حريق صار لهم سنه على الضبط بدون مبالغه، حريق 24 ساعه عم بيحرقوا فيه للمكب. كيف ساكتين اهل صيدا؟ كيف ساكتين على الموضوع؟ يعني انا بمرق ومسكر مناخيري، افتح ريحه زباله عم تحترق مش طبيعيه يا زلمه، غير الروائح اللي بتشمها. يعني انت بتوصل محترق سلافك، يعني دافع مصاري يعني المفروض تكون تدفع بالقليل تقعد مرتاح. مبهدل الروائح اللي عم تشمها، القعده اللي قاعدها، الزرك اللي زركها، المقعد اللي قدامك رجع عليك، مش منطق. صح مش منطق 100%. بس انه انا بدي اعلق شوي عن اللي صار لانه صراحه ما بينسكت عنه. يعني عم بيقولوا انه في سلطات معينه انذروا
الأشخاص اللي عايشة بهيدا المبنى، بس لما هن يكونوا أكيدين وعارفين أنه هالكارثة هالقد رح تكون كبيرة وأنه عن جد في خطر، أنا بقول هون اليوم أنه مش بس لازم نحن نخبرهم أو ننذرهم على هيدا الشيء، لازم نجبرهم على الإخلاء. لازم يكون عندنا، كيف بدنا نعرف أنه واحد منه سهل يترك يعني بيته هيك أنجار ويتركوا العالم تحت مبنى مخرخم؟ اللي عارف عن جد بخطورة الموضوع لازم في ناس مختصة بهيدا الشيء تجبرهم على إخلاء حتى المبنى. ما أمنت بديل، يعني أنت اليوم روح أمن بديل لهين الناس وتقول لهم بدي إخلي. نحن بدنا نقول هلأ أنه زميلنا كارل في صديقته تحت الأنقاض هلأ بلغوها، يعني من شوي هو معنا بمبادرة مناظرة زميلنا كارل. فنحن يعني تخيلوا عجد نحن بلد نقول قطين وصالة، يعني بأي لحظة أي حدث تلاقي لك حدا بيعني لك متعرض لشيء، متعرضين لشيء، ناس هل قد نحن مرتبطين بعضنا كبلد. فعجد هيك قصة بتزعجك، يعني أنت طب ليه هالإهمال؟ ليه ما أمنتوا بديل لهيدي الناس؟ ليه ما رحتوا أوجدتوا حل بدل ما أنت أنذرتهم؟ طب الناس وين بتروح؟ ناس بيعزين أزمة ما قدرت تدفع أجارات بيوتها، لا تروح تقول لها روحي لاقي بديل لألك نامي بالشارع. طب إيش حوالي الناس تضل معلقة بأشياء؟ خلينا شفنا بيوت بس بعدين يمكن نشوف الصورة عم توقع بالسيارات. يعني قد صار نحن مرقنا بفتره زلازل ومرقنا بفتره هزات ما صار كشف على شيء، ما نعمل ترميم ولا نعمل اي شيء صح. يعني بلبنان ما بتعرفي حالك اذا بقيه لبكره ومش بقيه، بتطلعي من بيتك مش عارفه حالك اذا راجعه. يعني مثل ما بنقول كل ثانيه وكل دقيقه على الله. خلونا نحكي شوي بشيء هيك ايجابي. كلنا بنعرف انه اليوم لبنان عم بيشارك باكسبو الدوحه بقطر، هيدا المعرض اللي رح يضل لمده 6 شهور وهو بضم 80 دوله في بقلبه. يعني نحن على امل انه هيدا مشاركة لبنان بهيدا المعرض يكون أمل للمزارعين والصناعيين، هيك بركي بيقدر يتمكن لبنان أنه يوصل لأسواق عالمية جديدة، وبيقدر من خلال أنه نحن نساعد المزارع اللبناني اللي عم بيعاني اليوم من تداعيات الأزمة الاقتصادية. خلينا ننتقل لعن زميلتنا سارة اللي رح تعطينا صورة أوضح وبالأرقام عن هيدا الموضوع. يعني للأسف كل شيء إيجابي بدك تلاقي بقلبه شيء سلبي عنا بلبنان. القطاع الزراعي عم بيعاني بلبنان من بداية الأزمة الاقتصادية بسبب انهيار الليرة اللبنانية، ارتفاع كلفة الإنتاج صارت 3 أضعاف من بعد ما كانت ضعفين بالسنة الماضية، ومن بعد تداعيات حظر التصدير على الأسواق العربية من بعد المشاكل الدبلوماسية اللي صارت مع دول الخليج بطل يتعدى 300,000 طن من التصدير على دول برا، ونحو 50% من المزارعين ما قدروا يكونوا عم بيستغلوا أراضيهم سنة 2022 من وراء أسباب عديدة، معوقات عديدة منعتهم من هذا الشيء، من بين نقص السيولة، آليات المصارف، آليات الرقابة المصرفية، غياب القروض المدعومة من الدولة، وكمان توقف عمل التعاونيات والمنظمات اللي كانت عم تدعم لتصريف هذا المخزون بالزراعة. وكمان بدنا نحكي أنه القطاع الزراعي بشكل 7% من الناتج المحلي بلبنان، يعني يعتبر الثالث من بعد الخدمات والصناعة، وبأمن داخل 15% من العيال اللبنانية، يعني بحدود 250,000 عائلة لبنانية. يعني هلأ ما بعرف شو عم بيكون صاير بحالهم. نسبة الأراضي الصالحة للزراعة بلبنان هي 60%، بينما المزروعة منها ما بتتخطى 20%. يعني أنا 40% من الأراضي مهدورة هيك على الفاضي ما عم بيتم استغلالها، ونرجع بنقول إنه نحن بلد فقير. سارة ناصر، شو رأيك بهالأرقام كونك أنت مدير الأحصاء المركزي بعكار شمال لبنان؟ جاي أسدي هالأرقام أنا صادمي، لأنه نحن أولاد عكار تحديداً يمكن عندنا ميراث طويل من الصراع مع هاي السلطة السياسية اللبنانية. أنت لما حكومي من 92 لليوم أكبر موازنة عطت 0.7%، آخر حكومي عطت 0.5% للزراعة. أنت بهالمعاناة اليومية اللي عم يعانيها المزارع الكاري، ما بنشوف إنه هاي السلطة اللي تخلت عنه تركته لمصيره. اليوم نتأكد منه إنه 100% من المزارعين بعكار خارج الضمان الصحي، 100% من المزارعين بعكار بدون أي دعم من الدولة، بدون أي محاولة لإنقاذ هذا القطاع الزراعي اللي هو إذا بنطلع من الأرقام رغم هالدعم القليل هو قطاع منتج بأزمة كورونا. على فكرة القطاع المنتج الوحيد هو القطاع الزراعي. ما انت شو ما يصير بالحروب بالصراعات الزراعه هي الوحيده بتضل شغاله. هذا الرهان الدولي من على قطاع الخدمات مشكله. يعني اليوم بدي اعطي مثل، نحن مضحك الوضع عندنا. نحن اليوم عندنا تخيلوا مثلا انه وزير الزراعه بتظاهر ضد مزارعي البطاطا بعكار لوقف الاستيراد البطاطا المصريه. تخيل نحن بنزرع بس انت ما تحمينا، ما تقدم لنا مواد كيماويه، لا تقدم لنا سماد، لا تعمل لنا خطه زراعيه حقيقيه، بس انه اخي بس نزرعوا هالبطاطات خلينا نبيعهم. لا بده يغرق لك السوق ببضاعه من برا بدون اي خطه، بدون اي فكره لحمايه المزارع. على فكره الموضوع الزراعي بعكار وبكل عكار والبقاع والجنوب هو موضوع حياه يوميه، هو حل المدن.
يعني انت تخيلي لما انت التكدس بالمدن، الحالات الضواحي الموجوده حوالي المدن اليوم، حالات الضغط على المدينه بكل الخدمات، انت لما نتيجه انه انت اهملت القطاع الزراعي، فالناس بالزراعه بالضياع بتضطر تنزل تشتغل بقطاع الخدمات. اما انت لما بتوجد حل الارض للمزارع بارضه، بدل بارضه يثبت بارضه، مثل المزارع الفرنسي مثل اي مزارع برا، بس خلي هالارض، فهو بتساعد بتحل مشاكل البلد كلياتها، مش بس مشاكل المزارع. يعني انت بتكون عم تحل مشاكل المدن، التكدس بالمدن، كل الحالات الموجوده. والشيء اللي عم تحكي ناصر، عفوا الشيء اللي عم تحكي ناصر، في شيء اسمه رزنامه زراعيه، هيدي بتعمل بالدوله، اللي هو عباره عن جدول زمني بتعمله لحتى تقدر تستفيد اقصى الامكان من 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 الزراعه باي بلد كان. نحن بلبنان الرزنامه الزراعيه انها صفر، والدليل اللي عم تحكيه انت انه البطاطا المصريه كانت عم توصل على لبنان ارخص بكثير من البطاطا المحليه، كانت العالم عم تروح تشتري بطاطا مصريه بدل البطاطا اللبنانيه. ليش بدها تكون ليش اصلا يعني كيف المنطق تعولها انه كلفه بضاعه مستورده انها تكون اغلى من بضاعه محليه؟ يعني اصلا ما في عندك اصلا دعم للمزارعين. هلا ناصر بدي اسالك، نسبه الملوحه بالزراعه عندكم بالاراضي الزراعيه ارقام مخيفه. هذا موضوع مرتبط بموضوع النفايات وموضوع سهله الاموع وموضوع المرتبط بكل مياه عكار، مياه الشفاف عكار، في خطوره شديده على عكار. وحتى اليوم يعني هذا الموضوع كثير كبير، بده حلقه يمكن كامله. خلينا ننتقل لموضوع ثاني، ننتقل لزميلتنا روان ابراهيم. يعني خلينا اخذكم على فرنسا، خلينا نشوف وضعهم مع حشره البق، او خلينا نقول بينازدولي. اول شيء انا كثير مشتاقه لكم، ويا ريتني معكم بالاستديو. مزبوط انا بعيده مسافه، بس انا قريبه منكم عقلا وقلبا وفكرا. البينازدولي دش خبر انتشار البينازدولي بباري بفرنسا كلها وحتى بالعالم كله. هيدي الحشرة اللي بتتغذى من دم الإنسان، سهلة الانتقال لأنه بتنتقل من القماش لقماش، يعني بوسائل النقل، بالمطاعم، بالكافيات، بالشغل، في احتمال انتقال هيدي الحشرة. فصارت تطلع توجيهات ومقالات وحتى فيديوهات على السوشيال ميديا عن شو الواحد لازم يعمل لحتى يتجنبها، مثل أولاً إنه ما يقعد لا بالمترو ولا بالبيوس، ثانياً أول ما يوصل على البيت يغسل تيبه أو حتى يحط تيبه بالمنشافة على درجة 60 درجة، أو يبرق بالستيمر على تيبه. وفجأة انطفى الخبر. فهيك بخبركم، نحن عنا الوضع بفرنسا تمام، لا داعي للهلع. والبيناس دولي هي حشرة كانت لطالما موجودة بفرنسا وبباري، بس ضجت بالإعلام لفترة كتير كبيرة، وهلأ اتضح انه الخبر انطفى. وعلى كل حال انا رايحة اخر الشهر على باري، اذا جد شي وفيكن بمستجداتي، واشتقت لكم كتير، وان شاء الله بشوفكم قريبا. مرسي روان، ونحن كمان اشتقنا لها روان كثير طبعا. ساره شو رايك بهالموضوع؟ يعني عندنا بلبنان هلا بننطر البقله يوصل على الباب، وبنرجع بنعمل له سياسه لحتى نكون عم نستقبله، بننطر المصيبه توصل لعنا وبنرجع بنلاقي لها حل. مثل هون بدنا نسال اذا في اي اجراءات استباقيه. ما في داعي نسأل، ما في داعي نسأل، مثل ما عملنا إجراءات لكورونا، اللي كل عم نشوفه مثل ما عملنا إجراءات لكورونا بنكون عاملين هلا للبينازدولية. بس وصل الكورونا لعنا رجعنا تذكرنا انه لازم يصير في إجراءات، فهلا اذا وصلوا بنفكر، ما طولي بالك معنا وقت. طيب خلينا ننتقل من سارة لسارة ابو مراد، نشوف سوا هيدا الفيديو من معرض الكتاب وبنرجع بنكمل حلقتنا. هاي أنا اليوم بمعرض كتاب الدولة في لبنان اللي عم بيصير بالفورم ببيروت. هذا المطرح اللي تأذى بانفجار 4 آب عم يرجع ينتعش، إن كان بالحفلات الفنية وهالمرة بحدث ثقافي كتير مهم، وبالوقت اللي المنطقة كلها عم تشهد غليان، بيروت مثل ما عودتنا ولبنان مثل ما عودنا رح يضل منارة للسلام وللثقافة وللانفتاح، وليكون هو المطرح الآمن للحريات، للكتاب وللإنسان. معرض لبنان دولة الكتاب يستقطب 21 دولة عربية وأجنبية، عندنا 277 ناشر أجنبي وعربي بمثلون على الأرض، حوالي 165 ناشر. المكان الوحيد اللي بتقدر تلاقي فيه الكتاب بثلاث لغات، لغة عربية وباللغة الإنجليزية والفرنسية.
هي بيروت، بيروت الثقافة، بيروت الفكر، بيروت اللي بتحط أعلام فلسطين، بيروت اللي امبارح ثلاث شوارعها متضامنين مع فلسطين، بيروت بكل حدث ما بتغيب عن القضية الأساسية، بيروت اللي بتواجه بالعلم بالفكر وبالأدب وبالثقافة، بيروت اللي عودتنا دائما تكون منارة ثقافية بهذا المشرق، منارة للتنوع وللتعدد. شو رأيك في راس بهذا الحدث اللي عم بيصير فورم دي بيروت هلا، معرض بيروت؟ نعم أنا صراحة هو كل سنة بنعمل المعرض، أنا صراحة زار المعرض كذا مرة، وكل مرة أكون مثلا حاطط إنه بدي هالكتاب جيبه هالكتاب جيبه، الحمد لله كل مرة يعني شوف إنه كل مرة بتلاقي اللي بدك إياه هنيك. صراحة شيء كتير مرتب، ومثل ما تعودنا إنه بيروت هي دائما هي العاصمة الثقافية وهي العاصمة الشبابية للشباب العربي كمان. سنة 2023 برأيك ما تراجع دورة على المستوى العربي والعالمي؟ تراجع دورة يعني لايك بعده صح، نحن كنا نتراجع بكل شيء، بس بعدنا عم نسمع انه في عنا اشخاص ومفكرين عم بيطلعوا، حتى المغتربين اللبنانيين اللي بيمثلوا لبنان بعدهم عم يعملوا انجازات برا. يعني حتى في من هاكاثون اللي انربح لمكافحه الفساد اللي انعمل بدبي ربحوا فريق لبناني. شكرا فراس، كلمه اخيره لك ساره. بدي ارجع اشدد على انه بيروت كل عمره منارة العالم، وكل عمره سويسرا الشرق، فبنرجع عن جد سويسرا الشرق لانه بيلبق لها، عن جد بيلبق لها بيروت نشوفها هيك بهيدا الثقافه هيدا الرقي. فبس هيك بتمنى ترجع، وترجع عن جد كل البلدان العربية بالشي اللي نحن بنتمنى نشوفه ونتمنى نوصل له. شكرا سارة، شكرا شباب فراس ناصر، وشكرا للصبايا اللي شاركونا أيضا فيديوهاتهم. مشاهدينا نحن اليوم بتكون خلصت حلقتنا، كنتوا عم بتتابعونا عبر مواقع التواصل الاجتماعي للقنوات التلفزيونية والإذاعية الشريكة لمبادرة مناظرة. ما تنسوا تشاركونا أراءكم وتعليقاتكم، نحن بنرجع بنشوفكم بحلقة تانية نهار الثلاثاء المقبل الساعة 7:30 المساء مباشرة عبر صفحاتنا. باي باي.